باش نحكيوا على سي ا بي بي الفيديو اللي هبط وانت اها طلبت السماح الجمهور نتاع سي ا بي اها من البنازرتي اها اللي فهمت وانا بالفيديو انا فهموك بالغلط اي فهموني بالغلط بي شكون ساعه اللي خليهم يفهموا بالغلط معناتها انت هي لك انهم يفهموك بالغلط ولا ثم حاجات جاوك عرفت اللي الناس فهمتك بالغلط لا جاتني حاجات هو في ماله جنب نزرت باش ما نكبرهاش الحكايه الامن طلب مني اني نعمل فيديو الامن اي باش ما تخوضش معناتها باش ما تسيرش حتى مش يعطيك صح برشا حاجات اخرين فاهم وانا ما يساعدنيش زاد واحد من الناس بيه انا هكا ولا هكا كنت باش نعمله معناها حتى كان ما طلبش الامن لازمني نعم فاهم كيفاه باهي يقول القائل انا مانيش ما غلطتش باش نطلب السماح اما ما يسالش خاطر العباد ما تفهمكش صحيح بالضبط ما تنجمش تبقى تشد فهمني قد ايه عامله من فيو هو التيتل اللي هو سبب المشكله عامل مانيش عارف انا قريب 5 ولا 6 ملايين فيو ماكش باش نجم تشد 6 ملايين عبد تفسر لهم كل واحد واحد ولا هيك على كليب انت وحلميرو حلميرو اي انا وحلميرو هما لابسين حلميرو بلبل تاع كوره اها وانت ماكش لابس مريون تاع كوره انا نعرف راه خاطر انا تذكرت طلبتك على تيتر اي اي اللي انتم ما كومش مسجلين فرد وقت معناتها وما كومش عاملين الكليب فرد وقت كل شيء هذا نعرفوه باهي باش ما نلومش ونعطي كل واحد حقه حلمي وقت صور في برلين وانا نعيش في بازل معناها الحكايه بعد نتاع 10 سوايع بالكره هو المانيا وانت سويسرا يعطيك صح هو اخر المانيا نعرف فهمني شنو باهي وقت صور قال لي يا سنفور راه باش نصور كيف ما نقولوا باش نعطيه حقه اللي هو فهمت راه باش تصور بتوني معناها بالتوني نتاع السيا نتاع نتاع ليكيبات الاخرين وكل شيء شوف انا تلقاش التوني نتاع السيا بي يعني اللي هما شنو ليكيبات تصور برشا انا معناها الكلوب المكشخه القفصه برشا ليتوال برشا معناها فاهم شنو يعطيك صح قال لي شوف انا مريول السيا بي فاهم شنو ما لقيتش كوكي انا في سويسرا وما فماش برشا عرب ما لقيتش وهو كان لقاه راه صور بيه فهمني كيفاه لوشت ما باش تواصل شكون معناه ماكش بسال باش تلقى شكون يمشي ويجي وكل شيء صور يعطيك صح صورنا من غير المريول فاهم كيفاه لعبت فسرت لهم قلت لهم راي حاجه اصعب من انكم تتصوروا لي انا ما حبيتش نصور وكل شيء هكا هو هبطت التيتر من بعد فما شويه لغه تحكيت بيان سور باش تلقى شكون يزيد على الحكايه برشا اكثر من اللي تستاهل فاهم كيفاه عملت الفيديو باش نفصل العباد قلت لهم راهو معناها الغلطه صارت اما ماهيش مني ولا ماهيش من حتى واحد فاهم كيفاه هكاك معناها مش لازم انا نقول مع نلبس مريول السيابي باش نقول راهو بنزرت وباش نقول راهي منزل بورقيبه جمعتك يا سيابي بالطبيعه ايش نقول لك انا قلت لك كيف بكري انا ما تبدا من الاول وانت الاقربون اولى بالمعروف معناها انا باش ما نكذبش نمر واحد منزل بورقيب معناها استاد افريكا فهمني ولا نمر اثنين سيابي بالطبيعه من بعديك خليها بيني وبين روحي معناها نستحفظ به كنت تسحقك اليوم مثلا سيابي في فلوس الجمعيه دز معاهم على ما نقدر بالطبيعه على ما نقدر نعاونهم كلموك مره على الحكايه هذه ولا لا ما صارتش لا لا واضح كلموني جمعيات اخرين ولقاوني زاد وما عندي حتى مشكل قول عليهم جمعيات اخرين ولا لا اللي هي استاد مثلا منزل بورقيب اقترحوا علي حاجه وافقت اما ما تمتش معناها مش مني عندهم اسباب بالطبيعه طبعا انا اي لازمني نكون ما شنو